نمت جيدا ليلة أمس. أشعر بأن بإمكاني القيام بأي شيء. سآكل شيئا حلو المذاق. هذه هي طريقتي لأبدأ نهاري. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، ستفرح في ليزي تاون. يا للهول، إنه عيد ميلاد الأنسة بزبادي ولا أعرف أي هدية أشتري لها. يا أولاد، ألم يحن وقت الاستراحة؟ يا رفاقش، آسفة عمي ميلفورد، كنا نسمع الموسيقى. هناك أمور كثيرة تشغل بالي. كهديات عيدي بسيط. أجل. إن أفسدت الأمر كما فعلت السنة الماضية لن تتحدث إليك مجددا. لا تذكريني. أنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيدا. سهل دوار الشمس، لدي حساسية تجاه دوار الشمس. عمي، ماذا؟ نعم ستيفاني. أعطتك بسي هذا الكتاب لتجد فيه فكرة لهدية لها، لذا لنبدأ العمل. إنه كتاب كبير فعلا. هذا باهظ الثمن. قد يتحطم هذا سريعا. هذه فكرة جميلة. أنا متوتر لأخبز هذا القالب، وورطتي أكبر من التي وقعت بها سابقا. لا تقلق عمي ميلفورد، سنهتم بالأمر، صحيح يا رفاق؟ مرحبا. سنبدأ الحدث. أنا أجمع معلومات حول الطهو. ستجهز الكعكة خلال وقت قصير. انتهت المرحلة الأولى. خبزنا الكعكة. التحليل، إنها من دون زينة. لا. لا تلمسها، لا تلمسها، ابتعد، لا تلمسها، لا تلمسها. يا رفاق انظروا، أحضرت كل المكونات الشهية. بعد المراقبة الدقيقة تحتاج إلى قشدة. أجل، حتما. لا تنزع. هذا جيدا يا رفاق. لا توقف، توقف عن هذا، أعطني إياه ولا تفعل هذا مجددا. ما هذا جميل. ما بك، أبعد يدك، أبعد يدك. ماذا تفعل؟ هذا رائع. ما الذي يجري؟ سوف أعمل ما يجري. هذا أعطني إياه. أنت تفقد الكعكة. إنه غيازي. لا بس أنا يجري. ماذا يحصل هنا؟ أحدهم في مشكلة. مرحبا. أراكم بالطعام، أكلوا كمية من السكر. هذا لذيذ.
أظن أنهم أكثر من السكر. حسناً. انتبه إلى رأسك. توقفوا. الطعام للأكل وليس للرمي. نحن آسفون. انظر، لقد حضرنا كعكة جميلة. إنها من أجل عيد باسي. أوه، لن تكلمني الآنسة بزبادي بعد اليوم. واو. حاولوا مجددا، لكن من دون إحداث فوضى. سأنزع عيدان السكاكر الجميلة هذه، قد أحتاج إليها. وفر بعضا منها لوقت لاحق زيجي. حسنا. حظاً سعيدا. شكرا سبورتاكس. شكرا سبورتاكس. لكن لا تستسلموا. حسنا. إلى اللقاء. السلم. فلنخبز الكعكة الآن. نعم. سأزيد هذه، منظرها جميل. تجعل الطعم أطيب، ليس لها مثيل. سأضع المكونات ودع الباقي لي. أنا حذر جدا، ألا ترى يدي؟ تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإن عمت الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهر الحلويات، طعمها ولا أشهر. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. إن الطبخ كالعلوم، معدات ومكونات. كل مادة تضيفها تغير النكهات. تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإلى عماد الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهر الحلويات، طعمها ولا أشهر. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. طعمها ولا أشهر. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. استخدم كتاب الطب. كعكة. أشم رائحة تستحق أن أنهض من أجلها. كعكة. ما من كعكة هنا؟ لقد أكلتها كلها البارحة. كعكة. إنها كعكة جميلة جدا. ينتظر أحدهم ليأخذ منها قضمة. ربما يجب أن أخبز كعكة بشوكولاتة شهية ولزجة. لا، سأسرق كعكتهم بدلا من ذلك، وسوف تكون الكعكة المسروقة أشهى بكثير. الكل يعلم ذلك، وأنا أيضا كيف أتخلص من ذلك المتطفل سبورتاكس. لقد حان وقت التنكر. هذا مخيف جدا. أوه، كثيف الشعر جدا. أوه، وهذا فرح جدا. أوه، هذا خرافي جدا. لا 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 لا. زي محقق، ممتاز. سآكل الكعكة وأجد طريقة أجعل فيها الجميع يظن أن سبورتاكس فعل ذلك. ممتاز. فلنرى. انتهينا من تحضير الكعكة لعيد باسي. نعم. ستفرح آنسة بزبادي. اتصل بها وفاجئها. أجل، وعندها ستأتي فنأكل من هذه الكعكة الجميلة. اتصل بها، اتصل بها الآن. نعم. ربما تعاني حساسية على الكعكة. لا، هذا سخيف. هيا اتصل بها. هيا هيا بنا. هيا 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 هيا.
ألو ألو، إنها ليست في المنزل. عليك أن تطلب رقمها يا عمي. أجل أجل طبعا، 5 1 6. قد فعلت. ألو ألو، أنسة بيزي بادي معك. ميلفورد ميلفورد مينزويل العمدة. أجل، كنت أتساءل إن لم تكوني منشغلة وإذا أردت. قد نستطيع أن أنا كنت أتساءل أين تودين الذهاب؟ لا كل هذا لا. أحب زهر دوار الشمس. يا للهول. ألو أود أن أدعوك إلى منزلي لأضع لك ذبابة في عينك. لا ليس ذبابة بل مفاجأة جميلة. أجل، لذا تعالي إلى منزلي بأسرع وقت ممكن. حسنا أنسة بزفادي، إلى اللقاء. سوف آتي في الحال. أوه، وقت الاحتفال. إن معدتي متشنجة. هيا استرخي وابقى هادئا. يا له من يوم جميل. إنها آتية، إنها آتية. تحضروا تحضروا. حسنا، إنها آتية، إنها آتية، إنها آتية. دي 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 دي. أتيت حال ما استطعت أيها الرجل الرائع. مفاجأة لك، مفاجأة لذيذة. أنا متشوقة جدا. ما من زهر دوار الشمس إنما عيد ميلاد سعيدا. أين اختفى؟ كانت هنا. زيجي دعني أرى ما في فمك. لا أنا لم أكل. أنت أفسدت علي عيد ميلاد آخر. أنسة بالزبادي، هناك لصوص حلوة. ولكن من أنت؟ أنا تشلوك فولمز المحقق. من؟ الخطوة الأولى لاكتشاف سارق كعكة محترف هي إيجاد أدلة تتعلق بالكعكة. رافقوني من هنا. هيا فلنفعل هذا. ألم تأتي معنا يا عمي؟ سألحق بكم. أنت يا صاحب القبعة الزرقاء، دعني أرى يديك. إنها قشدة. ماذا؟ ارفع يديك يا سارق الكعكة، أنت قيد الاعتقال رسميا. أنا لا أحب القشدة حتى. إذن ما هذا؟ طلاء أصابع؟ أعرف طعم القشدة، وهذه قشدة. لم يسبق أن رأينا سارق كعكة في ليزي تاون. لم أتهفأ. حسنا، ماذا؟ عقدت الجلسة، يترأس الجلسة حضرة القاضي العمدة المحترم. حسنا. أليس صحيحاً أن أحداً لم يرك لا تسرق الكعكة؟ كيف لأحدهم ألا يراني أفعل شيئاً؟ إذن تعترف بأن أحداً لم يرك وأنت لا تفعل ما فعلت؟ ماذا؟ هذا ليس منطقياً أبداً. لا، أثبت وجهة نظري. لن يصدق العمدة هذا، صحيح؟ غطي عينك اليمنى واقرأ هذا. سبارتاكس هو مذ نون باء. لم أفهم. ماذا؟ وأنا أيضا لم أفهم ما قال. اقرأ مجددا. سبارتاكس هو مذنب. شكرا. والمذنبون يدخلون السجن. حقا. لا، لكن لا سجن لدينا في ليزي تاون. لا، حاول أن تجاريني أيها العبقري. ما الذي يفعله؟ ولكن من هو هذا المحقق أصلا؟ نعم، انظر. داداه
ادخل يا صديقي. أيها المحقق، ألا يجب أن تقفل الباب؟ أها، أنتم لصوص الكعكة، جميعكم متشابهون. لقد أكل الكعكة هذا اللصم. يا له من نهار، سبارتاكس في السجن، كما وخبزنا كعكتين من أجل عيد ميلاد الأنسة بزبادي. يجب أن أجلس. أتمنى أن تحب الأنسة بزبادي الكعكة. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في السجن هكذا. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في أي مكان. أجل، هذا غريب. ولكن لا يمكن أن تقول أنه قد حصل عدة. زيجي، أبصق تلك السكاكر من فمك. آسف، أتناول السكاكر عندما أكون متوترا. أنت تأكل السكاكر طوال الوقت. هذا صحيح، أكل السكاكر طوال الوقت. لقد وجدتها الآن. أتعلمون أن سبارتاكس يفقد كل طاقته عندما يأكل السكاكر؟ هذا صحيح، ينهار ويصبح ضعيفاً. وماذا يفعل الآن؟ أنا أرى الهدف، التفاصيل، إن الهدف يمارس التمارين الآن. ذلك يعني أنه لن ينهار، أي أنه لم يأكل السكاكر، ذلك يعني؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لم يأكل الكعكة. هذا صحيح، لكن علينا أن نكتشف من فعل. أجل، أعلم ما علينا فعله، نجري تحقيقاً. أجل أجل أجل، فلنفعل. وجدت دليلاً، أثر أقدام. عيدان سكاكر، إنها حتماً دليل. المزيد منها. واو، إنها كالتي وضعناها على الكعكة. قطعة من الكعكة. ما كان هذا؟ هذا عود من السكاكر، وهذا آخر. إن كنت أحلم لا توقظوني. كل عيدان السكاكر تلك والقبعة. إنه من سرق الكعكة. احذروا احذروا، ماذا احذروا؟ ماذا؟ تناولت الكثير من السكر. نعم، ما أقصد، لا، المحقق هو من سرق الكعكة. كانت هذه عيدان السكاكر من الكعكة. تجديد المعلومات، سبارتاكس هو بريء. إذن يجب أن لا يكون في السجن. لا، تم تحديد الهدف. الهدف الحصول على مفتاح. أجل. ستيفاني، ضعي هذا الهوائي على سيارة ستينجي. حسنا. ماذا؟ 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 ماذا تفعلين؟ انتبه لسيارتي، لا أستطيع أن أنظر. سأحرك المقبض الآن. بيكسل، انتبه لسيارتي. حسنا. لا، أبعد من اللازم. توقف توقف، هيا إلى الخلف بسرعة بسرعة، هيا إلى الخلف، هيا. حسنا، أقرب أقرب، يمكنني أن أبلغه الآن. حسنا. على مهل على مهل، هيا. يحاول الوصول إلى المفتاح، اقترب منه. يكاد يلتقط. لا 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 لا. أجل، أجل، نعم، لنذهب. واو، زيجي، سبارتاكس، سبارتاكس، شكرا جزيلا لك. يمكنك أن تعتمد علي دائما. أنا أعرف هذا، زيجي. نعم،
سيأكل الكعكة الثانية أيضا. حسنا، أعلم أي كعكة سنحضر له. اتبعني. حسنا، هيا. أرأيتم الأنسة بزبادي؟ سبارتاكس، فررت من السجن؟ لا، اكتشف الأولاد من سرق فعلاً كعكة باسي. أجل، لقد كان المحقق. أجل. إذا حضرنا مفاجأة لباسي ولسارق الكعكة، سنقبض على السارق الحقيقي. أجل. هيا بنا. هيا لنا. هيا بنا. سأضعها هنا. الشم رائحة كعكة. سيقع في الفخ. الخطط تنجح. خلت أنني أكلتها كلها. كعكة. كعكة أخرى. الخطة تنجح. المزيد منها. والمزيد منها أيضا. تعال إلي أيتها الحلوة. كعكة كبيرة. يبدو وكأنه روبي راتن. إنه روبي راتن. روبي راتن. لا، روبي أنت من سرقت الحلوة. نعم. لا، لست الفاعل، لكن القشطة تغطي لك وجهك بالكامل. هذا صحيح. هذا ما يجري هنا؟ لم تعد كذلك. وجهي. آنسة بزبادي، آنسة بزبادي، عودي إلى هنا. أيها العمدة. أجل، ما الأمر سبارتاكس؟ لا تنسى هذه. شكرا سبارتاكس. آنسة بزبادي. ماذا؟ علي أن أذهب. إلى اللقاء. روبي راتن. آنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيدا. كعكة، لابد من أنك تمزح معي. أنا كنت أمزح. أنا لدي شوق. أود ذلك. أنا سعيدة. بين بان ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. نرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. إلى أعلى ونقطع، نستدير بعدها نصفق. إلى أعلى نستدير، غايتنا أن نتسلى. إنها لي، وهذه أيضا لي. كل شيء لي أنا. وخمسة عشر إلى اليسار. تنظيف الأسنان. قشدة. انتهى البرنامج. تسجيل دخول الابتسامة. ابتسمي جيدا. ابتسامتي. أجل، إنها لي. زيجي، استيقظ، اليوم عيد ميلادك. نعم، أراك لاحقا. يا له من ولد لطيف. يأكل الحلوى. أحب طعم حلوى التوفي صباحا. هل يشبه طعم التوفي؟ علي أن أرسل دعوة عيد ميلاد لسبورتاكس. ماذا؟ حفلة عيد ميلاد؟
ماذا ستجلبون له بمناسبة عيده؟ إنها مفاجأة. ماذا؟ ماذا هديتك سبنجي؟ من أنا؟ حسناً، لقد حضرتها، لكن سأحتفظ بها. ستحتفظ بها؟ إنها هدية عيد ميلاد، لا يمكنك أن تحتفظ بها. حسناً، كل سنة يطلب الهدية نفسها. حلوى توفي. أقل أحدكم توفي؟ أين هي؟ أين هي؟ سمعت أحداً يقول توفي، أنا متأكد من ذلك. ها؟ ترى لما لم تتم دعوتي؟ حسناً، لن أسمح بحدوث ذلك مطلقاً. حان وقت التنكر. أوه، كان ذلك سريعاً. الأرنب مضحك كثيراً. المال. هذا هو المطلوب. والآن ما أحتاج إليه هو هدية جيدة. عندما أقول جيدة أقصد سيئة. وصلتني رسالة. ما هذا؟ تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي الآن. واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا الآن. الجميع مدعو، الجميع مدعو. الجميع. هذا لطيف. لكن إلى ما يحتاج زيجي فعلا بمناسبة عيد ميلاده؟ أها، وجدتها. كرة قدم؟ لا، شيء آخر. أمر لا يستغني عنه. بيسبول. لا، ربما شيء آخر. حان وقت تحضير خشبة المسرح. ترى، أعلن اليوم يوم عيد ميلاد زيجي. أيها العمدة، أيها العمدة، لا تبدأ من دوني. تحميلٌ يفوق الطاقة. ستيفاني، هذا ما حذرناك منه. أرجوك، عليك أن تساعدينا. تكلمي مع عمك. أرجوك، أرجوك ستيفاني. عمي. عمي. أجل. لا يمكنك أن تسمح لباسي أن تلقي خطاباً. ماذا يقول؟ قالت إنها حضرت خطاباً لعيد ميلادي. نعم، هذا ما قصدته، فهي تواصل الكلام. وتواصل. 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 أجل، أجل، إذا فكرنا في الموضوع، أعتقد أنها تطيل الكلام قليلاً. قليلاً؟ صحيح. الأمر فظيع. الطقس فظيع، أليس كذلك أنيسة بيزيبادي؟ أجل، لم يحن موعد إلقائي الخطاب؟ لا أريد أن أضيع الفرصة كي أملأ عيد ميلادي هذا الصبي مرحاً وسعادة. يا ويلي، أضفت بعض الأشياء لهذه المناسبة. أشياء قليلة، لن يأخذ الأمر وقتاً. أين البداية؟ حسناً، لكن أولاً لنوزع الهدايا. قال أحدكم هدايا؟ نعم، أنا أحب الهدايا. أجل، أجل. والآن من سيبدأ؟ أنا أرجوكم. ولكن أنت دائما أرجوك سيدي. أنا هذه هديتي. شكرا، شكرا، شكرا لك. استنجا أفلتها. عيد ميلاد سعيد. ما هذه؟ قطعة من حلوى الطوفي، إنها المفضلة لدي. واحدة فقط. ستينجي، كيف عرفت؟ أجل، كيف عرفت؟ تخمين موفق. أيمكنني استعادة العلبة؟ حسنا. حسنا ستينجي، افسح الطريق.
عليك ولكن أنا أمر. انتبهوا، هذه هدية كبيرة لك زيجي. أجل، افتحها، هيا افتحها. ماذا في داخلها؟ لما لا تفتحها زيجي؟ هيا. أنا أريد هذا، إنها هدية مضحكة. أحسنت باختيار الهدية تريكسي. انتبهوا، هدية أخرى. أجل زيجي، أحضرت شيئا لك. نعم تفضل. إنه ظرف. لطالما أردت واحدة مماثلا. شكرا. التالي زيجي، يجب أن تفتح. افتح. أعلم ذلك. ماذا في داخله؟ www.toffee.com. هذا جيد، جيد جدا. يمكنك تحميل أي صورة تريد عبر الإنترنت لأي من حلويات التوفي. حقا، شكرا. يمكنني أن أكلها؟ لا، بل تنظر إليها فقط. ألا يمكنك عدها؟ حسنا، من التالي؟ أما الآن، عفوا. الآن حان وقت خطابي. اختبار. تذكرت أنني أضفت 5 دقائق على خطابي فقط من أجل عزيزي ويجي الصغير. ويجي؟ ذلك بعد أن أقدم إلى زيجي شيئا صغيرا. حلوى الطوفي بنكهة الطوفي. إنها من النوع الأفضل عندي، شكرا. ستيفاني، هل جلبت لي مزيدا من الطوفي؟ حسنا، إلى حد ما. طوفي غرامي تحللي أيامي. أنت مذهلة. أنا أدعوها صيحة الطوفي. ستيفاني، كان ذلك جميلا. أكاد أشعر بطعم الطوفي اللذيذ. والآن لننتقل إلى خطابي. سبورتاكس. لم تعتقد أنني سأنسى عيد ميلادك، صحيح؟ ماذا جلبت؟ هدية مميزة لك، ستبقى لديك مدى الحياة. أهو تزويد لمدة 200 سنة من الحلوى؟ لا. أهو كيس من المقرمشات بنكهة الكاكاو؟ لا. أهي شاحنة مليئة بالآيس كريم الذي؟ هيا تفضل. رائع. تصلها كهرباء؟ لا تصلها بالكهرباء، إنها فرشاة أسنان. أجل، ألم تسمع بفرشاة أسنان زيجي؟ هي بلا 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 بلا. لا، مهلا، دعوني أتفقد جهازي للبيانات. فرشاة الأسنان هي واحدة يمكن حملها ذات شعيرات فعالة وتأثيرها يدوم طويلة. صحيح، تستخدمها لتنظيف أسنانك من بقايا الطعام. لكني أبقي بين أسناني بعض أشيائي. هذا مقرف زيجي. علي أن أمحو من ذهني ما سمعته. إنها كالتي أملكها تماماً. وكيف نستعملها؟ ألم تسمع أغنية 20 مرة زيجي؟ هيا بنا. هذا رقم صغير لك، 20 إلى أعلى، 20 إلى أسفل، تتم عبره أعمالك، 20 إلى اليسار، 20 إلى اليمين. هي حيلة أعرفها، تساعد إن طبقتها. لا تأخذ وقتا، حينها تصبح متألقا. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تغلق نظف أسنانك مجددا. يا له من رقم سحري، 20 إلى اليسار، 20 إلى اليمين. تسم عند السلام، ستشعر بالانتعاش. هيا اسمعني، كلامي مفيد لك ولي. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تظهر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تظهر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تظهر نظف
20. أريد فعلاً أن أجربها. لا تحاول إذا. أجل. واو. واو. ري 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 لم تتصور فعلاً أنني سأنسى عيد ميلادك. ولن تكون أنت. تبدو كالفتيات أكثر منها حتى، وهذا واضح. أنا جنية عيد الميلاد يا صديقي. أجوب العالم وأقدم الهدايا إلى كل الأولاد في أعياد ميلادهم. جنية عيد الميلاد لم تزوريني في عيد ميلادي ولا مرة. أنت تدينين لي بالكثير. تدينين لي بالهدايا عن السنوات الثمان التي مرت. إذن أين هي هديتي؟ أين هديتي؟ ها؟ 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 إنها لي. أجل. ما هي؟ إذا ما هي؟ إنها آلة للسنان الحلوى. يتم تشغيلها بطريقة إلكترونية فوق صوتية. إنها أحدث وأروع آلة لصنع الحلوى. حسناً، هذا أمر لا نراه كل يوم. أتمنى فعلاً أن يسرعوا، إنهم يضيعون وقت خطاب مهم. أنت وحدك يا صديقي تستطيع أن تطلب ما تريده وستصنعه لك. أنا فقط. واو، سأشغلها ومن ثم أقفها. لا طوفي. أتعتقد أنها فكرة جيدة؟ نعم. بل إنها فكرة رائعة جدا. دع الفتى يستمتع قليلا. هيا اذهب 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 اذهب. طوفي. انتبه، إنه طوفي لذيذ. أتريد المزيد؟ طوفي. 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 ألفظها وأحصل عليها. تستطيع صنع أي شيء، هذا مذهل. طوفي. طوفي. أنا أريدها. 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 ستينجي أرجوك ابتعد عن الآلة. انتبه. طوفي. طوفي طوفي طوفي. ستينجي. ستينجي. طوفي. توقفي. إنها تعمل. نعم. طوفي طوفي طوفي. القوة القصوى. واو طوفي. هيا طوفي طوفي. طوفي طوفي. نعم. أجل التقطها سيجي. طوفي إلى الأبد. لا تقلقي يا هدايا، سأبقى هنا معك. انتبهوا. علينا نطفئ هذا الشيء الآن. انتبهوا، يجب إيقافها. ما هذا؟ هيا يا زيجي أبصقها. هيا أبصقها. هيا زيجي. إنها حفلة عيد ميلاد جنونية. ستيفاني استمري بمساعدة زيجي. لدي تماما ما نحتاج إليه في منطادي. سلم. هيا ساعدنا. هيا علي أن أصل إلى الآلة. هيا. بيكسل اجعلها تتوقف. إنها هدية تستمر بالإعطاء والإعطاء والإعطاء. لا أستطيع وحدي، زيجي يقدر على ذلك. عمي عليك أن تفعل شيئاً، وإلا سيتحول اسم ليزي تاون إلى طوفي تاون. لما لا نأكلها بكل بساطة؟ ماذا تقول؟ إنها الحلوى، لما لا نأكل الحلوى؟ لماذا؟ يا جماعة هذه حالة طارئة، كلوا وانجوا بحياتكم. هي.
لا يمكنني أن آكل بسرعة. لا. أطفئها يا زيجي. زيجي أطفئها. أكلت كمية كافية من الطافي. ماذا يجري؟ لو علمت أن هذا ما ستؤول إليه الحفلة ما كنت أتيت إلى هنا. لا، لأهرب. يجب أن أسرع. سنغرق في الطافي. لا أصدق أني سبيزي بادي. النجدة. 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 ما هذا؟ فرشاة الأسنان، أين هي؟ لو كان زيجي يحمل فرشاة الأسنان لكان نظف أسنانه وأمر الآلة بأن تتوقف. أجل، نظف أسنانك زيجي. لن ينجح الأمر. لا. أين وضعتها زيجي؟ لابد من أنها في مكان ما. إن فرشاة زيجي في الأسفل. انتهى أمري. لقد توقفت. ستنفجر. سبورتاكس، هيا افعل شيئا. هيا سبورتاكس، هيا. النجدة. النجدة. أين هو؟ أين سبورتاكس؟ ماذا لو لم يعد أبدا؟ عليه أن يعود، إنه سبورتاكس صحيح. لا، ستنفجر. النجدة. أحضرتها. التقت يا زيجي. عشرون مرة إلى الأعلى. زيجي، عشرون مرة إلى الأعلى. لا أستطيع أن أرى. النجدة. هيا هيا. أسرع يا زيجي. توقفي. أجل، أحسن. ميلفورد. رائع، إنها أجمل هدية على الإطلاق. النجدة. سبورتاكس. النجدة. 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 أنجدني. أسرع سبورتاكس. هذه ليست بجنية عيد ميلاد، إنه رابي روتن. رابي. غير معقول. أتشو، والآن سيبدأ خطابي. بين بانج ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. لكني كنت جنية عيد ميلاد رائعة. عيد ميلاد سعيد لك. سارت الأمور بشكل جيد.